شات زاد ده اللي حصل يا جدعان، انا اتمرنت في الجيم. انت شفتني كنت هايل. تعالوا بقى اخدكم معايا في التمرينه من اولها. طبعا زي ما انتم شايفين يا جدعان هنتهور النهارده وهنتمرن في بودس. يا جدعان ليه يعني ليه يبقى تحتيه سينابون وزلابيا و ايه ده والله؟ لكن انت مستحيل تعمل فورمه، هتخلص جيم يا باشا هتنزل تضرب من تحت وش. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Kimo! Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. النهارده يا جدعان فورمتنا مش هتبقى في البيت، هتبقى فين يا كيمو؟ في الجيم. لعبنا ايه النهارده يا كابتن كيمو؟ خليها مفاجأة. ماشي خلصان. طيب يا شباب احنا بدأنا التسخين باي وتراي، بعد كده طبعا انا سخنت كتف لان الكتف بيبقى انجيجد او بيخش في كل التمارين زي ما انتوا عارفين. لعبنا في تمارين النهارده بنش وباي وتراي، يا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. Is it have no shame? I look and I need to see if I succeed, to see if I believe. لو خدتوا بالكم شباب في الحركة بتاعت الترايسب اكستنشن بيبقى في خطوة باخدها لورا كده علشان الفول رينج اوف موشن او الحركة المدارية الكاملة. عشان الباب بقى كده كيمو بدأ يخش بقى بنش بوس فلات نايس فور معاك ايزي اوزان لحد ما كويسه مش اهم حاجه عندك اوزان هو ده المفروض بالظبط في التمرين بعد ما سخنا كويس بدانا نخش الفلات بنش بريس بالدمبل زي ما انتم شايفين كده اهم حاجه ان انت تبقى عامل سكويز لعضلات ظهرك وفي نفس الوقت الدراع بتاعك يبقى عامل زاويه اقل من 90 درجه مع جسمك علشان طبعا ما تصيبش الكتف بتاعك. لعبنا حوالي 4 مجاميع تك 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 ورا بعض، يعني الراحه ما بين كل مجموعه والتانيه كانت اقل تقريبا من 30 ثانيه. انا اخلص هو يدخل، هو يخلص انا ادخل، وهكذا. نقطه تخلوا بالكم منها كويس جدا يا جدعان ان تحاولوا ايديكوا تنزل مع بعض وتطلع مع بعض علشان لو في واحده تطلع قبل التانية ممكن ده يعمل لك asymmetry اللي هو عضلة تبقى مختلفة شوية عن العضلة التانية، وللأسف انت مش هتاخد بالك غير لو قدامك مراية او لو في سبوتر وراك ممكن يوجهك. طبعا لو واخدين بالكم بمبدأ البروجريسيف اوفرلود كل تمرينة بتبقى اتقل من التمرينة اللي قبلها لحد لما تقرب من الفشل العضلي بعدة لتلات عدات، ولازم تسجلوا الكلام ده يا جماعة، ما تتمرنوش احتباطا كده وخلاص. طبعا انت لو متابع قديم للقناة هتعرف ان التطور الطبيعي للحاجة الساقعة لازم تبتدي بكم من الاول وبعد كده تخلع. سبعتاشر سنة يا وشخة منك ليك يا اللي قاعد في البيت عمك تقول مش عايز انزل الجيم. دخلنا بعد كده الحمر كيرلز زي ما انتم شايفين يا جماعة، وهي اسمها كيرل عشان هي سي يو ار ال مش كيرل، كيرل من اكثر التمارين الافكتيف جدا لاستطالة البايسبس، وكريم كان عايز يلعبها فقلت له قشطة انا معاك. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some. وزي ما انتوا عارفين يا جماعة احنا ممكن نلعب الهامر لقدام وممكن بزاوية.
بجد عاش جدا يا كيم، الله اكبر عليك. يعني بتتكلم في 17 سنه وبيلعب بتكنيك صح 100%، يعني المتوقع على 20 سنه هيبقى حاجه دبيه. طبعا انا بحب افشخ نفسي كالعاده، فلعبت دروب ست محترمه 3 مجاميع ورا بعض تك تك تك، وفي كل مره طبعا بقلل الوزن بتاعي. هبان معاكم بقى الخطوه اللي انا باخدها لورا في الزاويه دي. بص، وانا بنزل لتحت خالص بيبقى في ماكسيمم ستريتش او ماكسيمم رينج اوف موشن، حركه مدريه بتبقى كامله، باخد خطوه لورا علشان السكويز يبقى للسما. بص زي ما انت شايف كده، وطبعا كوعي لازق في جسمي ما بيتحركش، مفيش حاجه بتتحرك بس غير الترايسبس عشان في ناس بتعمل حاجات غريبه. نايس فورم يا كيمو. بص يا جدعان، ده الفول رينج اوف موشن. وريهم النص يا كيمو، وريهم الناس بتلعب ازاي. ما بعرفش العب احسن. والله احسن. بعد كده دخلنا الكيبل كروس زي ما انت شايف كده، وهنلعب برضو الفلايز، او انا هلعب الفلايز بس هلعبها من تحت. الحلو بقى في الفلايز وانت بتلعب بالكيبل بيبقى عندك الاوبشن ان انت تعمل كروس لحد الاخر خالص. يعني بصوا كده، ده الكيبل العادي، بعد كده هبتدي اعمل كروس بقى، اعدي الاتنين على بعض، وده بيديلك حركة مدارية اكبر. الفينيشر بقى بتاع التمرينه زي ما انت شايف كده، بتخلي القبضتين جنب بعض وتبتدي تزق، حاجه بتبقى فظيعه. نايس نايس، حلو نايس، فوق عاش. ايوه نايس، عاش 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 عاش. هباب، دخلت انا بقى اللو كيبل فلاي، حركة بجد قوية جدا جدا في البنش العلوي، بس حاول تلعبها صح، يعني حاول تلعبها صح وتعمل سكويز كده وتثبت ثانية فوق وما تبصش للوزن، اهم حاجة عشان تلعبها صح. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. بنفنش بقى بالسيتد بايسب كيرل اللي انت تبقى قاعد فيها، بتثبت الدراع وبتلعب بالتاني، وبعدين تلعب بالدراعين مع بعض. كل دي تكنيكس علشان تقطع عشان تقطع الياف عضلية اكتر وبالتالي تبني عضلات اكتر. To see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. كيمو هنا كان بيخلص التمرينة، كان بيلعب الكيك باكس بالدمبل. أنا مش يعني ما بحبش بصراحة ألعبها بالدمبل عشان بتأثر جامد قوي على الكوع، مفصل الكوع، بحب العب بالكيبل لو هلعبها. طبعا يا جدعان المرايه دي في الجيم مش عارفين نسيبها اصلا.
كانت تمرينة محترمة بصراحة، وكيمو هياخدني عنده في البيت شوية كده نقعد شوية، وبعد كده هنرجع تاني مدينة نصر. جعان كده تمرينة جديدة فشخ. احنا رايحين فين كده يا كيمو دلوقتي؟ رايحين على البيت عنده. اشوفكم هناك. هما بيعملوا كده عشان موجود. يمي خاف يا عيد. يمي تحديد بصراحة. وصلت البيت عند كيمو دلوقتي، هي الأكلة الأولانية الكيت كات كوكي دو، مش عارف شكلها يسد النفس كده ليه، بس هي والله طعمها فشيخ. بصوا يا جدعان، مين جوينت الجانج؟ الفرنس شيمي. الصلاة على النبي، أنت كام سنة يا شيمي؟ معلش فكرنا. 15. إيه بس؟ ما أنا هقول لك إزاي؟ 15 و17. الحمد لله 29 سنة. عشان كده والله العظيم ما بشتريش البتاع دي، والله ما بشتريها. انا لو اشتريتها اقعد قص كل شويه كده افضل اصب اصب اصب. تشرب كام واحده منها بقى كيمو؟ قول لنا. انا 3 لتر بس. يا دين امي. وانت وانت يا لهوي يا عم، هي كان زي عشان كده، هي كان زيها وبارك الله في مرزق. تعال، احلى حاجه في الدنيا ان انت بقى قاعد مع ناس جيماويه. بص السناكس بتاعتهم، رايس كيك يا باشا. رايس كيك دي طعم ايه؟ اوب. الحاجات دي يا جدعان ما بتنزلش عندنا مدينه نصر، اقسم بالله. طيب الاونست اوبينيون بقى، ندوقها كده مع بعض. ريحتها حلوه فشخ اصلا، اوف ريحتها فعلا قرفه فشيخه. تعال بقى نشوف شكلها كده عامل ازاي. اوه لا لا في يا عم. انا بموت من الضحك من اكشن فشخ والله. طعمها فشيخ فشخ، طعمها سينما بالغلابه، طعمها يا جدعان فشيخ فشخ. صح يا شيمي؟ فشيخ فشخ ولا نص فشخ؟ بكام دي؟ 5 جنيه. والله ما موجود عندنا. والله حلوه جدا يا جدعان، 102 كالوري. مش الواحده يا جماعه، الكيس كله عشان الكيس كله 25 جرام. بصوا كريم اداني ايه يا جدعان؟ والله العظيم انا عاجز يا كيمو عن الشكر. شيما ما ادانيش حاجه. اداني البتاعه ديت، انتوا عارفينها طبعا، اللي هي تقريبا فيها 5 كالوري للسيرفنج، واداني ده برضو، وعايزني بقى ايه افرط في الميزان القذر، فاداني ميزان مش قذر بصراحه، ميزان اللي هو ديجيتال وشكله محترم. مش عارف اقول لك ايه يا كيمو، والله تسلم. بس كده. طب يا جدعان احنا مروحين دلوقتي، هنسلم بقى على الباشا. وبس روحت البيت تاني وخلاص. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم يا جماعه. ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. بيس. ايه يا كوتش، مش انت بتاع فورمتك في البيت؟ اه. طب انت بتعمل ايه في الجيم؟